مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. فائق زيدان نموذجا للقضاء الوطني النزيه. يتطلب استقرار الدولة ونظامها السياسي بشقيه الحكومي وغير الحكومي سلطة قضائية نزيهة تمارس اختصاصاتها وفق أحكام الدستور، وهذا ما يقوم به حاليا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. يمثل القاضي زيدان الجيل الثاني في قيادة القضاء العراقي ما بعد عام 2003، بحيث تسلم الرجل تركة ثقيلة في ظروف استثنائية عام 2017 كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وهي المرحلة التي تلت ما بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي والشروع في تنظيف البلاد من بقاياه وداعميه ومضيفيه والفصل القانوني في قضاياهم الإجرامية. مجلس القضاء الأعلى اليوم يدافع عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين، لكنه يؤكد دائما على أن الإساءة والتشهير لا تعد تعبيرا عن حرية الرأي، وإن المجلس يقدم كافة المتطلبات القانونية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين من خلال التعميمات الموجهة إلى رئاسات المناطق الاستئناف. ولأن زيدان يؤمن بأن حرية التعبير هي إحدى أهم الأهداف للصحافة، فقد وجه بمراعاة التعامل بدقة مع الإعلاميين في حال التشكي ضدهم، وأن يكون أي إجراء تحقيقي بمعرفة نقابة الصحفيين وحضور ممثل عنها، وتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين والاكتفاء فقط بمذكرات الاستقدام. ومن أجل إنهاء الأزمة السياسية التي رافقت نتائج الانتخابات النيابية في تشرين الأول الفائت، طرح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مقترح تعديل الدستور، إذ يرى بأن الدستور يعرف على أنه القانون الأسمى في الدولة، والذي من خلاله يتم تحديد شكل الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وحدودها، إلى جانب تحديده لحقوق المواطنين. وأوضح أيضا أن الدول التي يتم صياغة دستورها بما يتفق مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها، مع الأخذ بالحسبان أن هذه الظروف قد تتغير، لذا لابد من تعديل الدستور بما يتفق مع الظروف المتغيرة، لا سيما وإن النظام الدستوري لأي دولة من الصعوبة بمكان وصوله إلى درجة الكمال مهما كانت درجة إتقان صياغته وكتابته. فائق زيدان المدافع عن حريات الإعلام عرف بابتعاده عن وسائل الإعلام وعدم حديثه كثيرا في العلن، فهو لا يعطي رأيه إلا بعد تفكير عميق، ويؤمن بأن رأي القاضي يختلف عن رأي السياسي بكل حياد.